أنا اسمي دوري شحنا شهيد من ضيعة دير جنين عكار. نحن هيدا البستان زرعناه بحزيران 2017. هيدي الشجرة يعني بدك أهم شيء الرش. الرش بدك ترشها بانتظام، إذا عازت بدها شيء بدك ترشها. الأدوية اللي بدها تنعطى بالسيستم تبع الري كمان بدها تتعطى بانتظام. هيدا البستان مين ما بيجي عليه بيشوفه بيقول هيدا البستان عمره سنتين، مع انه هيدا البستان لسا ما كفى السنة مزروع، يعني انا زارعه بحزيران 2017 لسا ما كفى السنة، بس الحمد لله الحمد لله بالعناية والاشياء اللي عم نشتغلها ونتابعها مزبوطة والتوجيهات المزبوطة اللي عم نتابعها وصلنا لهالنتيجة هيدي، صدقاً ما حدا عم بيصدق. الخيش اللي حطيتن على الأرض نحن مشان العشب، لأنه بالشتوية هيدي الشجرة بيتكون العشب تحت منها وهو الجليد والملاح بيتكون على العشب، لأنه العشب اللي بصير عليه ندي هو بيعمل ملاح. لهالسبب ما فينا نرش على كعبة لا أدوية مشان حتى لا نحرق العشب ولا أي شيء. حطينا هيدا الخيش، هلا فين كمان اقترحوا فكرة تانية يحطوا القش القمح أو قش الشعير ينحط، بس إذا في هواء بيطيروا. حطينا هي النتيجة وهيدي النتيجة، ما في عشب على كعبة لا شجرة أبدا نهائيا. يعني أهم شيء لما بدك تشتري نصبة تعرف من عند مين عم تشتريها، مثل كأنه واحد عم بيتجوز بنت بده يشوف مين أهلها. بالنهاية النصبة لأنه هيدي لتعرفها نظيفة ومظبوطة وطعمة مظبوط، لأنه إليك زهرت، لو إنها برية ما بتزهر، قبل 7 سنين ما بتعطيك زهرة أبدا نهائيا.